تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري، واليوم منوقف شوي مع مانشستر يونايتد. أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد اللي اعتاد تقسيم الرأي العام لجماهير نادي منذ وصوله للفريق كمدرب. هناك من يراه غير مؤهل، وهناك من يعتقد أنه بحاجة للوقت فقط على طريقة مدربه السير أليكس فيركسون اللي احتاج سنوات حتى صنع النجاح. يوم الجمعة جاءت تصريحات من نائب رئيس التنفيذي للنادي إد وودورد، وقال فيها: احنا ملتزمين تماما مع أولي سولشاير، وبرر ذلك بأنه الرجل يقوم بعمل جيد، وأنه هناك في مسار إيجابي بالفريق والتطور ملموس بالنسبة له. هذا الكلام جاء بعد الفوز على إيفرتون اللي كان هناك قبل هذه المباراة تأكيدات بأنه خسارة يونايتد حتعني رحيل المدرب، لكن الموضوع يبدو أنه فعلا أكبر من مجرد مباراة بالنسبة لإدارة الشياطين الحمر. فسولشاير بيأمن لها عدة أمور، منها استقرار غرفة تغيير الملابس بنسبة كبيرة، هدوء في الإعلام من حيث التصريحات اللي بتصدر عنه أو حتى بتصدر عن أساطير مان يونايتد الموجودين في القنوات التلفزيونية واللي بتجنبوا ينتقدوا النادي هالأيام لعيون زميلهم السابق، كما أنه مدرب مرن فيما يتعلق بسوق الانتقالات، يعني بيقبل بالحلول الوسط اللي بتعطيه إياها الإدارة عكس اللي كان يعمله مورينيو أو فانجال من خروجهم وتقديم انتقادات علنية لسوق انتقالات ناديهم. هذه الحالة من السلام تجعل إدارة مان يونايتد مرتاحة، لأنها بتفكر بالمشروع العام للنادي على طريقة الشركات وليس ككرة قدم اللي احنا بنفكر فيها كجمهور، وليس ككرة قدم اللي بنفكر فيها احنا كجمهور. فالألقاب مش أولا بالنسبة لهم مدام المشروع تجاريا تسويقيا رياضيا بيتقدم، حتى لو كان هذا التقدم الرياضي أقل من طموح جماهير الشياطين الحمر اللي اعتادوا الألقاب. بالنسبة لك كمشجع لمان يونايتد، هل شايف هذا الحل منطقي لمستقبل النادي والأفضل هو بقاء سولشاير؟